على الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. كل عام وحضرتك طيب. الله يخليك وسلم. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكل شعب مصر بخير. الحقيقة احنا عندنا العام الهجري الجديد لاخواتنا المسلمين، طبعا عندنا اخواتنا المسيحيين صيام، بداية الصيام العذراء، فيعني ربنا يتقبل من الشعب المصري يعني كله بيحتفل في وقت واحد. كل شعب مصر بالظبط كده ان شاء الله. السحابة السوداء هي اسمها لوحده مخيف، لكن الخطوات اللي قامت بها وزارة الزراعة ووزارة البيئة والتنمية المحلية أدت ان يكون تحويل الملوثات الى ثروة. استعداد حضراتكم لهذا الموسم؟ الحقيقه وزارة الزراعة بتتعامل مع ملف المتبقيات من الزراعات او المتبقيات المزروعات، يعني على اعتبار ان احنا نضيف عليها قيمة اقتصادية بحيث انها تكون ذات جودة، ذات جودة اقتصادية بالنسبة للمزارع، عشان المزارع يكون حريص على الاستفادة منها بتحقيق افضل استفادة ممكنة منها. والحقيقة ده بيؤتي نتائج وثمار مبشرة جدا. شفنا نوبات تلوث الهواء الحادة قلت بشكل كبير جدا خلال الأعوام السابقة في العامين الماضيين بفضل الجهود اللي بيتم بذلها بالتعاون بقى بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية. الحقيقة جهود بتبذل على أرض الواقع، تدريبات بتحدث مع أخواتنا المزارعين وتواصل مستمر معاهم، بنشوف نتائج مبشرة لهذا. حتى كمان أصبح لبعض هذه المتبقيات زي القش الرز مثلا لا بقى له قيمة اقتصادية وبقى معروف مباع عليه طلب في عمليات شراء، وده بيثبت ان احنا إدارة هذا الملف تتم بشكل عالي، الجودة تتم بشكل احترافي. هدفنا ان احنا نقول للمزارع يا جماعة ده فلوس اللي بتتحرق في الارض دي فلوس، فاحنا محتاجين نستفاد منها، فاحنا محتاجين نقول لهم ازاي نقدر نستفاد منها، سواء من خلال عمليه الكومبوست او عمليات او انشاء بعض وحدات تصنيعيه من هذه المتبقيات او نماذج متعدده. ده كله بيعظم الاستفاده من هذه المتبقيات. فعلا النهارده الفلاح بقى بيدور على قش الرز وبيقول لك ده فلوس، في ناس بتتاجر فيه، وكمان محافظات الصعيد يقول لك احنا محرومين من، او بعض المحافظات اللي ما بتزرعش فيها رز يقول لك احنا محرومين من قش الرز مش من الرز نفسه. رأي حضرتك في ملف تكويد المزارع؟ هو ملف مهم جدا، والدولة النهاردة ووزارة الزراعة بتسعى جاهدا للتوسع في تكويد المزارع. طبعا الحقيقة سامح حضرتك شايف قد ايه الجهود اللي بتبذل علشان نعمل حوكمة على الانتاج الزراعي، والحوكمة احنا بنقصد بيها ان احنا عايزين نراقب الجودة ونراقب عملية تدفق سلاسل الامداد بالشكل اللي يحقق قيمة مضافة للانتاج الزراعي. فاحنا عندنا منظومة كارت الفلاح تم اطلاقها، ودي واحدة من اكبر قواعد البيانات اللي بتضم كافة البيانات الزراعية عن الحيازات بتاعة المزارعين، وبتعمل لها تحديثات دورية علشان عمليات الزراعة والاصناف المزارعة والمحاصيل الموجودة في الارض. ايضا على الجانب الاخر عندنا منظومة زي منظومة تكويد المزارع. احنا تكويد المزارع بدأنا في بعض المحاصيل زي مثلا محصول الرمان والعديد من المحاصيل اللي بيتم تصديرها للخارج. هذه العملية أتت بثمار إيجابية جدا، بدأنا نشوف الصادرات الزراعية المصرية تكون متنبعة على عرش عدد كبير من المحاصيل، سواء الموالح أو الفراولة أو العديد والعديد زي التوم والبصل والعديد من المحاصيل المختلفة اللي احنا قدرنا نتربع على عرش قائمة الدول المصدرة لها، ومش عام ولا اتنين، ده لمدة 3 أعوام متتالية. فالحمد لله ده بيثبت ان احنا ماشيين في طريق صحيح. عملية التكويد دي فكرتها ان احنا بنبدأ نعمل تتبع وتراكنج للمحصول من اول ما بيكون موجود في الارض لحد ما بيصل الى المستهلك. أيوة. من اول بقى مين اللي زرع او مين اللي حصد، مين اللي يعمل تعبئة وتجريف، مين اللي هيعمل الثلاجات اللي هيتم الحفظ فيها، اللي هيعمل فرز، كل المعاملات اللي بتتم على الانتاج الزراعي احنا بنسجلها وبنبقى عارفين مين اللي بيقوم بيها. فلو حصلت اي مشكله في اي شحنه او اي منتج لقينا فيه او اي باتش لقينا فيه اي مشكله، بنقدر نرجع بشكل مباشر ونعمل تتبع سريع ونعرف مين اللي كان عنده مشكله ونبدا نوجهه او التحدي اللي كان موجود فين ونبدا نعدله ونقومه علشان نحافظ على تربعنا وعلى صادراتنا الزراعيه تكون في اعلى قيمه ممكنه وفي اعلى شكل ممكن. وبالتالي وده كان له مردود ايجابي بشكل كبير جدا، وان شاء الله مع التوسع ومع الجهود المبذوله في هذا الملف ان شاء الله نبدا نكود كل المحاصيل الهامه ويكون لها عمليه تكويد، وان شاء الله تفتح لنا مزيد من الافاق التصديريه للخارج، ونعظم بقى من دورنا. الحمد لله احنا قادرين ناخذ كل الاسواق او كل قارات العالم، وان شاء الله قريبا يكون عندنا مزيد من الاصناف اللي بتنفع هذه الدول اللي احنا بدانا نصدر ليها.
بإذن الله. أنا بشكر حضرتك دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، شكرا جزيلا.